إلى موضوع آخر، وهذه المرة إلى أمريكا اللاتينية، حيث تجمع المئات في شوارع العاصمة ليما بهدف إحياء اليوم الوطني للمهجرين، وارتدى المحتفلون أزياء تنكرية كلاسيكية ملونة وصبغوا وجوههم بالألوان فرحا بتلك المناسبة واستذكارا بذكرى وفاة مهرج الفقراء بيريخيل الذي اعتاد بثمانينيات القرن الماضي على نشر السعادة في الأحياء الفقيرة والتنقل بخيمته الصغيرة المتعددة الألوان، سعياً منه إلى ترفيه الصغار والكبار.